ازيك؟ الحمد لله، معلش كنت واحدة دقني كنت ايه يا اخويا؟ كنت واحدة دقني فرحتي ايه الأخبار؟ الحمد لله. قولي، هو سعد بحار ده هو مين؟ ده اكتبي جنبهم ان هو نشط مصري وواحد من اللي دربوا اكتر من يعني الاف الشباب في المحافظات على العاصمة الملكي. معروف ده. لا مش معروف كميديا، لكن هو حد مهم يعني. ماشي، مين عماد حمدي؟ ده عماد، خدي رقم مساعد بقى. زيرو 10 ايوه. 6 6 5 0 7 ايوه 6 0 طيب. عماد حمدي، اعتبري اكتبي واحد من القيادات الشابة في الام بي والقيادات المسؤولة عن في السياسة والتفكير يعني، أو العقل المفكر يعني جوه الام بي. يعني سياسة استراتيجية هناك. بالظبط كده، ده رقمي 0 10 أيوة 9 7 أيوة 2 4 4 أيوة 9 6. هو غالبا هتلاقي موبايله مقفول غالبا. تاخد الرقم ده، ده اكتبي تحت عندي يا عماد، اكتبي دكتور انس القصاص. سوري. انس القصاص، القصاص ده معيد في جامعة لغات ترجمة في الأزهر، وكان شغال في جوجل قبل كده، وده واحد برضه في اللجنة السياسية في الإم بي، وصديق عماد. يرحمه. 0 11 11 5 5 4 4 ايوه 1 8 8. ماشي. ما عرفتش تصل للعماد، كلمي انس قولي له انا مدرسه ضاحيه منصور وعايز اوصل لعماد ضروري، هيقول لك صعبه وتليفونه مقفول، قولي له تبلغه الرساله دي ورد عليا. ماشي، مين تاني عندك؟ عمرو صلاح. يا عمرو صلاح وزياد وشادي وسالي، دول في قاعده واحده يعني، الراجل يقعد معاهم في قاعده واحده، حطهم على بعض كده، زياد العليم وشادي حرب وسالي مور وعمرو صلاح. عمرو صلاح هو 010. 0 10 11 4 5 ده انا معاكي. اه خلاص خلاص، وانت معاكي شادي وزياد، وخدي من زياد رقم سالي. طيب، اسألي يا عشان. ايه معاكي رقمها؟ اه، ابراهيم كويس، البيومي غاني. مين ده؟ ده خدي رقمه من هبة رؤوف، ده أستاذ في العلوم السياسية وباحث في المركز القومي للبحوث الاجتماعية، وأحد المقربين جدا جدا لأردوغان وجول، وكان إم بي ليدر سابق في الإم بي. في الإم بي متأكد متأكد أي مرة يعني مقرب منهم؟ مقرب من مقرب من الإم بي والأردوغان وجول وعبد الله جول والناس دي. الراجل يا عبد الرحمن بيتصل بيا بتاع المخابرات، عمال يزن عليا، بيقول لك ايه؟ بيتصل يعني عاوز يكلمني وانا اقول له انا مشغوله انا مشغوله، وبعت لي رساله بيقول على فكره انا زعلان منك جدا. قلت والله له اللي احنا قابلناه، اه قول له بيقول لك عبد الرحمن الرسالة وصلت وجاري التنفيذ، بس كده. لا ليه بلاش كده. قول له عبد الرحمن وصل الرسالة للناس اللي يعرفهم وشغالين دلوقتي، بس كده. بجد كده وقعت في مشكلة. تمام، خليكي معايا خليكي معايا سؤال، خليكي معايا، هبص 5 دقايق وهكلمك. ماشي، ماشي بس. يلا مع السلامة.